خلينا نتكلم في موضوع تاني يا مصطفى، هو عن بطلة كده من أبطال مصر اللي مشرفينا في المحافل الدولية. يعني خلينا نتكلم عن البطلة غادة ندى، لاعبة منتخب مصر للتجديف اللي قدرت إنها تحصد المركز الأول في نهائي سباق تجديف 2000 متر سيدات في بطولة كأس العالم 2024 واللي تم تنظيمها في إيطاليا. سعيد جدا لما بشوف النماذج دي، وخصوصا إن كان عندنا ما يعرف يعني الصحافة بتطلق عليها اسم الرياضات الشهيدة، يعني هي ما بتاخدش الضوء من وسائل الإعلام كما ينبغي. رياضات كتير جدا، جودو، تايكوندو، حاجات كتير، واحنا متفوقين على فكرة فيهم جدا. السكواش على فكرة عاملين في ريت عالي جدا. لكن خلينا نشوف عملنا ايه في التجديف. على الهاتف معنا البطلة غادة ندى، لاعبة منتخب مصر للتجديف. اهلا بيكي والف مبروك، وكلام كبير جدا سمعناه. هل كنت متوقعة فعلا يعني تحصدي المركز الأول في بطولة عالمية وكبيرة زي دي، ولا كنت شايفة إن الموضوع ده صعب جدا إنه يتحقق؟ أهلا بحضرتك. هو يعني هو المركز كان المركز الأول في فاينل سي. إحنا بنتقسم يعني بتبقى زي تصفيات كده، وبعد كده حد بيطلع فاينل إيه، أول مثلا ستة، تاني ستة فاينل بي، تالت ستة فاينل سي كده، يعني زي كده. فالحمد لله على فاينل سي انا طلعت اول. هو مفيش حاجه بتبقى صعبه، وبرضه في نفس الوقت مفيش حاجه سهله، بس الموضوع كمان في التجديف كمان بيحتاج عزيمه واصرار، ان كل واحد بيبقى عايز هو بس يعني هو اللي يكسب. فالموضوع بيبقى الاحتكاك بيبقى قوي جدا، خصوصا المنافسات الدوليه وكده. فالحمد لله يعني طبعا يعني كان عندي برضه بطوله من شهر، الحمد لله بطولة كأس العالم المرحلة الأولى دي الحمد لله أديت فيها أحسن من اللي قبلها. فيعني الاحتكاك أكتر كمان بيدي خبرة أكتر، خصوصا يعني أنا برضو مش ما عنديش برضو الخبرة الكافية، بس الحمد لله يعني لما نزلت كذا مرة فالحمد لله كل مرة بتبقى أحسن من اللي قبلها، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني كل مرة يبقى فيه أرقام جديدة بإذن الله. طيب غادة، احكي لنا كده أول حاجة، مبروك، ألف مبروك على الفوز الكبير، واحكي لنا كده يوم المسابقة كان عامل إزاي؟ هل كان في عوامل مساعداكي شوية، المية كانت هادية، ولا إحنا في جو شوية متقلب اليومين دول، كان في رياح، كانت عاملة إزاي؟ احكي لنا كده أجواء المسابقة اليوم ده كانت عاملة إزاي؟ الله يبارك في حضرتك يا رب. والله هو برضه هنا برضه متقلب جدا، بس الحمد لله اخر ايفنت ده كان الى حد ما كان كويس. طبعا يعني المدربين يعني عندهم الحمد لله الخبره الكافيه، ان هو شايف الطقس النهارده كذا، فهو بيبقى عارف انا همشي ايه، همشي ازاي، اعمل ايه، لان طبعا الظروف متغيره وبيبقى في يعني كذا حاجه، فالموضوع بيبقى مختلف تماما. في لحظه معينه المفروض بعمل كذا، بمشي عالي، بمشي واطي، بركز على باور معين، الباور هيبقى كذا. فكل الحاجات دي الحمد لله يعني مدرب كان معايا كابتن محمد جمعه ومدير فني كابتن محمد طه، فالحمد لله هم يعني لازم بيتكلمونا قبل السباق، والمفروض ان يعني بيتابعوا طبعا الطقس وكده، فعلى اساسه ان احنا بنتكلم. فالحمد لله يعني انا ببقى نازله اللي هو انت يعني ان انا مطمنه مبدئيا. طبعا بيكلمونا على اللعيبه اللي موجودين التانيين اللي هم المنافسين اللي معانا، دي كذا دي كذا، دي مثلا ممكن بتعلى في الفينش، سكه السبق، الكلام ده كله، كل الحاجات دي يعني حاجات خاصه بالتأديف يعني. فالحمد لله بيبقى فيه بيشيلوا جزء يعني جزء كبير من على اللاعب، بحيث ان هو يركز في السبق نفسه بس يعني. صحيح. طيب الحمد لله يعني لو اتكلمنا عن منتخب مصر للتجديف، لو ناخد الصوره الاعم والابرز، هل المنتخب قدر ان هو يحقق بطولات في السنوات الخمس الاخيره في المشاركات والمنافسات الدوليه؟ يعني كلمينا عن التحدي اللي بيقابل منتخب مصر للتجديف عالميا. الحمد لله احنا عندنا الحمد لله رب العالمين الاولمبيك السنه دي احنا اتاهل من عندنا الثلاث ايفنتات اللي هم في افريقيا، بس هي الكوتا المفروض ان الرولز بتاعها ان هي ان كل بلد تاهل مركبتين اتنين بس، فتاهل اتنين وان شاء الله يعني انا المفروض ان انا كنت اتاهلت، بس ليا عندي اللي هو اعدي التاهيل ملحق التاهيل اللي هو في خمسه ده، ان شاء الله باذن الله اعمل فيه نتيجه يعني واتاهل باذن الله.
كل الايفنتات الحمد لله اللي شاركنا فيها عملنا فيها نتائج كويسه جدا، وعلى مستوى افريقيا الحمد لله يعني اللعيبه الكبار بتوعنا الحمد لله دايما بيجيبوا اول، فلا يعني الاحتكاكات الحمد لله كويسه، وطبعا الخبره الاكتر بتدي نتائج احسن، يعني كل ما بنحتك اكتر فبتدي نتائج احسن يعني بطبيعه الحال. احنا بنشكر الاتحاد المصري طبعا الحمد لله، يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشير في كل في معظم البطولات طبعا. يعني او الى حد ما كل البطولات الدوليه، فالحمد لله يعني ان شاء الله نتائج مش كمان مش التجديد بس، عندنا رياضات كتير جدا في الحقيقه احنا قدرنا نحقق فيها نماذج او بطولات، وخصوصا فيما يتعلق بالبطولات اللي زي ما بنقول عليها كده او الرياضات الفرديه او الرياضات اللي ما كانتش واخدها اهتمام كبير، ودي انجاز كبير لمصر في السنوات الاخيره. بنشكرك البطله غاده ندى لاعبه منتخب مصر التجريف، وبنبارك لك مره ثانيه.